يجي واحد تاني بقى آسف أقول يتحايل أو يدي نفسه حل من الالتزام تحت اسم إيه؟ الحرية. يجي المجتمع يلزمه بالقوة فيخرج من الالتزام إلى الإلزام. يعني إيه؟ القوانين تلزمه، العقوبات تيجي عليه، يحتاج لمراقبة، يحتاج لمحاسبة، يحتاج لمتابعة، يحتاج لتفتيش. ده الشخص الغير ملتزم. فلو واحد مننا أصر على عدم التزامه في الدولة مثلا يتعرض للجزاء أو في العمل، فيلتزم رغم أنفه غصب عنه، وتصبح الطاعة بتاعته خضوع للإلزام وليست حبا في الالتزام. تاني، طاعته غصب عنه فأصبح هو يلزم بيها مش حبا، هو ملتزم. وهنا يجي بقى سؤال مهم بسمعه كتير في الكنائس، وبيقولوا احنا عايشين في العهد الجديد في عهد النعمة واحنا مش تحت الناموس، ايه لزوم الالتزام؟ فاهمين السؤال؟ عايشين في العهد الجديد في عهد النعمة ومش تحت الناموس، يبقى ايه لزوم الالتزام؟ هنا اقول لك النعمة لا تتعارض مع الالتزام. النعمة لا تتعارض مع الالتزام. اللي ارتفع فوق مستوى متطلبات الناموس بالنعمة، دول ما يتطلبوش بالناموس، لكن اللي قل من كده مطالب منه الناموس. هفهمها لكم ازاي. العشور مثلا، كلنا نعرف ان احنا مطالبين في العشور في حسب الناموس بالعشور، حسب الناموس احنا بيطالبنا بالعشور، ده موجود في العهد القديم. طب ان كنت عايش بمبدأ النعمة، من سألك فاعطيه ومن طلب منك فلا ترده، او الآية اللي بتقول بع كل ما لك واعطيه للفقراء، ده بقى مستوى النعمة. واخدين بالكم؟ من سألك فاعطيه، من طلب منك فلا ترده، بع كل ما لك واعطيه للفقراء. طب ان ما كنتش وصلت للمستوى ده، يبقى انا ملتزم بالناموس اللي هو ايه؟ العشور. واخدين بالكم؟ نفس القصة هطبقها في الصلاة.